قدم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية دعماً مشتركاً لمشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة للأسر الأكثر ضعفاً في محافظة أبين اليمنية الذي نفذته منظمة الأغذية والزراعة الفاو، واستفاد منه 4100 صياد، وذلك عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا وبشراكة مع المؤسسة الطبية الميدانية وبإشراف من قيادة السلطة المحلية. وتم توزيع مدخلات صيد الأسماك على المستفيدين في مديريتي زنجبار وخنفر ضمن المشروع. وتستهدف المؤسسة الميدانية الطبية في المحافظة دعم صيادي مديرتي زنجبار وخنفر ب 1400 شبك صيد و 1400 عازلة ضمن المشروع الخامس الذي تنفذه المؤسسة في أبيان.